الرحيم هذا اللي يتكلم عن السلام محمد بن سيد ابراهيم الدوبي نائب على نائب على السيد احمد المجيد محمد يعيش اللي هو في السجن الحراري رئيس لجنه دعم مخطط تسوية الامم المتحده للصحه الارضيه ودفاع عن الحراره طبعا واحنا واقفين متضامنين بس مثلنا متضامنين مع جميع العضو في التنسيق هذه المسيره متضامنين مع جميع اللي طالب حق وسمي في الصحراء يتم متضامنين معه وسمي واحنا نطالبوا بخلص صوماتنا ونطالبوا بتلبيه حقوق الناس اللي كانت محبوسه ونطالبوا بتعويض الاهل الاكاديميزيك مارتهم اللي انسرقوا وبرطابرياتهم ومسائلهم اللي سرق المغرب ونقول المغرب ونقول الصحراويين نقول انتم صحراويين على المغرب راه ما يظلمكمش انه كان يقول فيكم شيء الفصل الله علم عن الفصل المغرب علم عن الفصل يوم 8 نوفمبر 2011 يوم 8 صار اللي اعطاهم مخيم ميزيك اذا على المغرب يعلم عنه لا علاقه له بالصحراويين يدور الله الفصفاط هو اللي يدور المغرب ونقول لكم الصحراويين مزيد ونطالبوا الامم المتحده التدخل العاجل تبعه لجنه حقوق الانسان تعودهم في الصحراء الغربيه ونطالبوا بالاستفتاء في الصحراء الغربيه في اسرع وقت والله نطالبوا كاع الاستقلال مباشره انه المغرب احنا ما عندنا علاقه بالمغرب ما نملوا له منه هذا قالها المغرب المغرب يعرفها وقالها وعدلها فعل عند قديم يزيد شكرا نطالبوا منه 99 و2005 و2011 هذا شدوا بين الصحراويين والمغرب المغرب ما يدور منكم يدور خيرات تعرفوا يا الصحراويين شكوا كاين الملح الصباخ اللي باع اللي يقبض المغرب يرفض ملح يسوى 43 درهم كيلو الملح وهذا احنا نرفضوه ونرفضوا لهم خيراتنا انه المغرب ما عنده اكتفاء ذاتي باش يسوي البرات ويسوي الفرقونات باش ينقر الناس الحبس هذا ما هو عنده باش يسوي الترامد المغربي واحنا نطالبوا بطليصه جميع الصحراويين 83 شاجين صحراويين نطالبوا بطليصه ونطالبوا بطليصه حتى احنا ما نعبدوا حد ونطالبوا بطليصه حتى المغاربه السياسيين السياسيين المغاربه نطالبوا بطليصه ونطالبوا بطليصه الصحراويين ونقولوا المغرب والكركاس والغير كركاس اللي زقنا عندهم ونقولوا لهم عن المغرب راه ما هم زيكم وعن خيال الصحراويين راه الكركاس راه المغرب ما هم زيكم انت ما راك تزيد المغرب عن الصحراء الصحراويين واللي مثل الصحراء هو قديم يزيك لا شيء غير لا يكذب حتى وعاش في الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه بريق محمد عبد العزيز. ضامنين بعد اولا كاع مع المعتقلين مهما اللي في شمال المغرب واللي هون هما اللي في حبس لك حد ورانا متضامنين معاهم متضامنين مع الشعب الصحراوي وهاي تصور الشهيده خناس متضامنين معاهم ونقول منظمات تجينا منظمات دوليه تجي تحمينا من العدو اللي ناسين نقدروا نتكلموا لا يمرق حد يطالب ما جاو وحنا معتقلين حقنا معاهم هم عاطينو لنا زلنا نطالبوهم لا فتح معنا الشر واللي نطلبوا الحل الوحيد تجي دوله تحمينا من العدو الدولي ما هم عدل معنا الشر واللي بغى يوقف وقفات يقولوا عليه يا دخلنا الديار يتبعونا الى قسنا السوق يتبعونا الى قسنا الخضره يتبعونا احنا بالله بالشرع من ذي الدوله المغربيه تمشي عنا وتخلينا خيراتنا عيشتنا اللي الف ونبحر تبارك الله خادم به شعبنا سمعتوا رايك اللي نضعوا المنظمات تجي تحمي عنا ذي الباقه تديها عنا ويجوا الصحراويين وينطرسوا وترجع الامور كيف كانت ونخدموا بدولتنا واحنا قاعدين غادرين بدولتنا نخدموا فيها لان عندنا الحوت وعندنا الفصفار وعندنا خيرات ما هي عندهم هما وهما شم العدو جابتهم لنا صبانيات عينهم الله